اهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين لكل المشاهدات، تحياتنا لكم. في هذه الفقرة سنتحدث عن مفاهيم واصطلاحات يتم الحديث عنها مؤخرا بشكل كبير، خصوصا بعد العدوان على غزة وما حصل مع أهلنا في غزة. يعني نتحدث ويتحدث المجتمع الدولي عن ارتكاب جرائم حرب، وهذا واضح للجميع، لا يريد يعني إفتاء في هذا الموضوع الذي ارتكب بحق المدنيين من إبادة ومن إجرام، هو يصنف حقوقيا على الأقل وقانونيا تحت اسم ومسمى جريمة الحرب. اليوم معنا الأستاذة المحامية الحقوقية ست رحاب القدومي، راح تعرفنا أكثر على هذه المصطلحات وتعرفنا أكثر على دور المجتمع الدولي من عرب والعالم ويعني الدول المختلفة وحتى الأفراد إذا ما استطاعوا أن يفعلوا شيء في هذا الصدد لإثبات هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صباح رحاب. أهلا وسهلا فيك. يعني إحنا دائما نلجأ لكم بكل ما له علاقة بالقانون. مؤخرا يعني كثير يشار إلى إسرائيل بأنها ارتكبت جرائم حرب في غزة وعلى عبر التاريخ يعني كمان. ما هو هذا المصطلح؟ كيف تعرفيه ست رحاب؟ بداية اسمحي لي أني أحيي أهلنا في غزة. أحيي صمودهم، صمود أهلنا بغزة، النساء الأطفال. أترحم على شهدائنا في غزة وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والصحيح أن قلوبنا معهم. نعم أكيد. بداية جرائم الحرب يعني تعرفها المواثيق الدولية، فابتداء من اتفاقيات جنيف التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، وضعت اتفاقيات جنيف الأربعة. الأولى كانت تتعلق بالجرحى والمرضى، الثانية عن حماية الصحفيين، الثالثة عن فيما يتعلق في أسرى الحرب، إلى أن وضعت الاتفاقية الرابعة التي تتعلق في حماية المدنيين. ويقصد في حماية المدنيين الأشخاص الذين لم يشاركوا في الحرب، فبالتالي طبعا من نساء أطفال. وذكرت الاتفاقية أنه عدم مهاجمة السكان المدنيين، عدم مهاجمة المنازل أو هدم المنازل أو المساكن، عدم استهداف المستشفيات، الطواقم الطبية، عدم استهداف المدارس. وإحنا شفنا مدارس الأونروا التي استهدفت، والأونروا اللي تعتبر من المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة، مع الأسف الشديد بيطلع بان كي مون بيستنكر اختطاف الأسير الإسرائيلي، مع أنه بالآخر طلع مش مخطوف وإنما قتل، ولم يستنكر استهداف مدارس الأونروا التي تعتبر منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة اللي هي تابعة لصلاحياته. وبالتالي نجد أنه يعني الأمم المتحدة هي دورها بالأساس هو حفظ السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان، ولكننا لم نسمع أي استنكار لهذه الجرائم التي قامت بها سلطات الاحتلال. أنا بدي أعرف قانونيا سبحانه حتى ما يغيب عن بالي، يعني قانونيا الذريعة الإسرائيلية دائما تقول أنه هناك في مثلا مدارس الأونروا عم بيخبوا أسلحة، موجود في أسرى إسرائيليين، هل هذه ذريعة تبرر قصف المدارس؟ ليست ذريعة للتبرير، وإنما هذه الأونروا تكون تحت إشراف دولي، ورأينا مدير الأونروا الموجود في غزة وهو يتكلم ويبكي وهو يتكلم، ويعني بطريقة يعني كتير أجهش في البكاء. فبالتالي هذا ليس صحيحا، ومنظمة دولية زي الأونروا لا يعني ما بتساهم ولا تقوم بتخزين الأسلحة ومثل هذه الأمور، وهي تعرف أنها مخالفة لدورها كمنظمة دولية. حتى سمعت على لسان حقوقية لا أدري فرنسية ربما كان انتشر هذا الفيديو، أنه حتى لو تأكد وجود أسلحة في مكان فيه مدنيين لا يجوز قصف هذا المكان دوليا. صحيح. يعني
المنظمات الدولية لا يجوز قصفها مهما كان، والصحيح أن المنظمات الدولية لا تغامر بأن تضع أسلحة في مواقعها أو في مراكزها، مش صحيح هذا الحكي، وإنما هو مبرر زي ما ذكرتي أو ذريعة للقصف. النقطة الثانية أن القانون الدولي الإنساني جاء وشمل جميع هذه الاتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي والمواثيق الدولية التي تتعلق في حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الطفل إلى آخره، تمام. إلى أن أنشئت المحكمة الجنائية الدولية. وهون أنا راح أوقف شوي عند يا ريت المحكمة يا ريت. الجنائية الدولية، ووضع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية عام 2000. نظام روما صحيح أنه عرف جرائم الحرب واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذكر بأنه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 4 جرائم، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان. وإحنا تمام، بنلاحظ أنه السلطات الاحتلال مارست كل هذه مارست الجرائم. كل هذه الجرائم، بما فيها هدم المنازل، هدم المدن والقرى، استخدام الأسلحة الكيماوية والمواد محرمة. السامة والمحرمة. وبالتالي فنظام روما أكد على هذه الجرائم، نقطة. وذكر بأنه من الممكن أنه ترفع القضية عن طريق إما المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن يقوم بالتحقيق بناء على المعلومات التي تصله. وهون يظهر دور التوثيق، يعني ضروري جدا توثيق من مراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المنظمات المجتمع المدني الدولية. أن تقوم في الداخل أو في الأراضي المحتلة أو عندنا هون، أن يقوموا بتوثيق هذه الجرائم. وإحنا في عام 2008 شكلنا الائتلاف المدني للمحكمة الجنائية الدولية هون عندنا في الأردن، وقمنا بتوثيق جميع هذه الجرائم، الجرائم لأنه نظام روما يبدأ بتلقي القضايا بعد بعد نفاذ النظام، والنظام وضع سنة 2000، أي إذا ينظر في القضايا التي وضعت بعد 2000. أوكي والنقطة أوكي المهمة في هذا الموضوع إنها لا تنتهي بالتقادم، يعني لا تنتهي بمرور الزمن، فبالتالي أي توثيق سيبقى إلى الأبد للأبد. حاليا. النقطة المهمة اللي ذكرتيها في البداية، إنه إحنا كدول عربية إيش دورنا؟ عندنا في بعض الدول العربية صادقت على نظام روما، في عندنا الأردن صادقت، في عندنا جزر القمر، في عندنا مؤخرا صادقت ليبيا وتونس، تمام وعندنا دول إسلامية صادقت على نظام روما، تمام وهذا ذكر في مؤتمر دول عدم الانحياز، بأنه عندنا 6 دول إسلامية و4 دول عربية صادقت على نظام روما. وبالتالي من الممكن عن طريق هذه الدول أن تقدم القضايا، ولكن تمام من المهم جدا أن تقوم منظمة التحرير أو الدولة الفلسطينية بالمصادقة على نظام روما وبأسرع وقت ممكن، تمام لأنه دولة فلسطين أخذت صفة مراقب كدولة مراقب في الأمم المتحدة، متحدة. وبإمكانها أن تصادق، لأنها صادقت على 12 اتفاقية، بإمكانها أن تصادق على نظام روما. إذن هاي أولوية الآن يجب نعم، أن تعمل عليها دولة وليس فلسطينية. هناك مبرر للتأخير في المصادقة على نظام إسرائيل روما. طبعا مش حتى لو لم تصادق، عندك نظام روما يذكر بأنه يجب أن تكون الجريمة قد وقعت في الدولة التي تقوم برفع القضية. تمام فإذا كانت دولة فلسطين قد هي صادقت، التي من الممكن إنها ترفع القضية. النقطة الثانية، أن يكون أحد رعاياها هو الذي قام بالجريمة، فبالتالي طبعا إسرائيل ممكن جدا محاكمتهم كأشخاص. وحتى يعني نظام روما يذكر بأنه الصفة الرسمية للشخص لا تعفيه من العقوبة، يعني حتى لو كان رئيس وزراء، حتى لو كان قائد. رئيس الأركان، رئيس تمام. وزارة الدفاع أو أي إلى آخره، لا تعفيه من العقوبة. العقوبة. إذا عندنا إحنا عن طريق المدعي العام، عن طريق الدولة الطرف، وهون نؤكد على ضرورة دولة فلسطين أن تنضم انضمامها إلى نظام روما، أو عن طريق مجلس الأمن. وهون إحنا مجلس الأمن، يعني لا نأمل في ذلك، صحيح لأن خيبة أمل أمريكا متتالية، يعني لأنها الفيتو أمريكا الأمريكي، تستخدم صحيح. الفيتو، وبالتالي هي منحازة نعم نعم لإسرائيل.
وممكن عن طريق التشريعات الوطنية في البلد نفسها زي إسبانيا، تشريعاتها الوطنية، أو بلجيكا. إسبانيا ضغطوا عليها اللوبي الصهيوني وعدلت تشريعاتها بعد حرب 2008. من الممكن أنه عن طريق بلجيكا إحدى السيدات في اللي تضررت في صبرا وشتيلا رفعت قضية في بلجيكا وكسبتها لأنه تشريعاتها الوطنية. أنا كان ذكرت لي حتى زميلتي ألكساندرا صباحا أنه في امرأة سويدية، نعم، أحد أقاربها كان في غزة، نعم، مؤخرا ورفعت قضية ممكن أيضا جدا في البلاد. يعني هنا قديم ممكن نحكي أنه الأفراد يستطيعون، نعم، كمان المشاركة أو ربما التوثيق. الأفراد ممكن، هي تضررت كل عائلتها راحت في صبرا وشتيلا، لجأت إلى التشريع البلجيكي وكسبت القضية. ولكن في بعض الدول عدلت تشريعاتها نتيجة الضغط السياسي أو الضغط اللوبي الصهيوني. نعم. أنا أحب أذكر هون إن نقطة مهمة، إن هناك من يقول أن المقاومة إرهاب. المقاومة ليست إرهاب، وتردد هذا في ما هي بجوز هذه الفضائيات الغربية أو التصريحات الغربية منها أوباما. المقاومة ليست إرهاب، المقاومة حق مشروع، وقد جاء في تقرير الجمعية العمومية عام 74 بأن النضال المقاتلين من أجل الحرية ومن أجل تحقيق حق تقرير المصير، تمام، هو حق مشروع دوليا وفقا للقانون الدولي. وبالتالي لا يجوز لأي جهة أن تقمع هذا النضال أو تصفها بالإرهاب أو تصفها، بل بالعكس، الإرهاب هو إرهاب دولة إسرائيل. ولكن هنا عندنا قلب للموازين طبعاً التي تقوم عليها بهذه الجرائم التي ضد الإنسانية في القرن 21 لا يستوعبها العقل. هذا هو الإرهاب بعينه وليست المقاومة. المقاومة ذكرت في القانون الدولي الإنساني وذكرت في تقرير الجمعية العمومية لعام 74 بأنها حق مشروع وأنه حق مقدس، حق تقرير المصير، نعم، وأنه لا يجوز قمع هذا النوع من المقاومة. في نقطة جدا المقاومة مهمة، الحلقة الماضية كنت استضفت أستاذ خبير في في الإعلام الرقمي، وكان إنه كان حكى إنه اختلفت الصورة ما بين الأمس واليوم في التوثيق، على الأقل في وسائل الإعلام، نعم، اللي بيسموها الإعلام الاجتماعي، نعم، وعلى مواقع، نعم، مختلفة في الإنترنت. هل تعتبر هذه وثائق يستند لها في، نعم، المحكمة الجنائية، نعم، الدولية؟ لأن أصبح كل شيء واضح، يعني شخص عم يعني ابنه بيموت يصوره على صحيح شاشة الموبايل، يعني صح الكل بيقدر إنه الآن يوثق، نعم، إلكترونياً يعني بالضبط هذه الجرائم التي ترتكب. الأهم من هيك، بجوز زمان كانوا يقدروا يخبوا. الأهم من هيك، هناك تقارير صدرت عن منظمات دولية كنا نعتبرها محايدة، الآن لا تستطيع إلا أن تذكر الحقيقة. صدر تقرير من منظمة العفو الدولية، وأنا عضو في منظمة العفو الدولية، نتيجة أن الحقائق مكشوفة أمام الجميع. منظمة العفو الدولية تدين الجرائم ضد الإنسانية التي قام فيها سلطات الاحتلال، مع أنها كانت دائما محايدة. Human Rights Watch، مفوضية حقوق الإنسان تبع للأمم المتحدة، نعم، كلها تقاريرها، وهي التقارير مهمة جدا في التوثيق ومهمة جدا. حتى تقرير جولدستون اللي طلع في 2000 مهم جدا في التوثيق. ولكن أنا أحب أذكر ملاحظة بسيطة بالنسبة للمقاومة. إحنا كنشطاء حقوق إنسان ورصدنا الحرب في غزة، وجدنا بأن المقاومة تستهدف جنود الاحتلال، صح، ولم تستهدف لا نساء ولا أطفال ولا هدم منازل ولا جرائم ضد الإنسانية. استهدفت جنود الاحتلال، حتى وإن كانت استهدفت المستوطنين، هم مسلحين وهم الذين يقومون بخطف أطفال الفلسطينيين والتنكيل، نعم، فيهم، نعم، زي أبو خضير. نعم. فبالتالي المقاومة التزمت بما جاء بالمواثيق والاتفاقيات الدولية. أنا كمان التي أنا سأذهب أبعد من ذلك، يعني نحن كمان ننطلق من عقيدة ديننا الحنيف، يعني اللي أيضا له تعاليم، نعم، لها علاقة بجرائم الحرب يعني. بالضبط. وإرهاب. إذا بتسمحي لي بس، إنه المقاومة التزمت بالمواثيق الدولية، نعم، اللي ذكرت بأنه لا يجوز ويحظر على الأطراف أن تستهدف المدنيين الغير مشاركين في الحرب. تمام. ف
فهي لم تستهدف أطفال ونساء. كان واضحا. بالنسبة لديننا الحنيف زي ما ذكرتي، وأنت بتعرفي أنه وصية الشجر الرسول يعني صلى الله الشجر عليه وسلم عندما صح. قال لا تقطعوا شجرة ولا يعني إذا تقتلوا النساء إذا الأطفال يعني شيخا ولا يعني تقتلوا في شيخا. مواثيق قانونية حقوقية من 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 زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالضبط. يعني أعتقد أنه العقيدة العقيدة القتالية للمقاومين يلتزمون على نعم. الأقل بهذه الدين محبة، الدين سلام، الدين وليس الدين نعم. لا يعترف بهذه الجرائم طيب إطلاقاً. أنا على صفحتك ست رحاب على الفيسبوك لقيت نعم. أنه في أشخاص يتداعون لتوثيق وثيقة أو لتوقيع نعم. وثيقة ما نعم. هذه الوثيقة؟ من يستطيع أن يشارك بالتوقيع عليها؟ شو اللي هي من مؤسسات المجتمع المدني صدرت هذه الوثيقة بأنه من الضروري أن نوقع مليون شخص أن يوقع على هذه الوثيقة موجهة لدولة فلسطين أو منظمة التحرير أو السلطة بما معناه السلطة الفلسطينية بما معناه أن تقوم بالمصادقة على نظام روما بأسرع وقت تمام. وذلك لمحاكمة مجرمي الحرب. وانت بتعرفي يعني ليفني لما وصلت بريطانيا قالوا لها ارجعي فورا لأنه تشريعاتها الوطنية تسمح باعتقالها وكان في مذكرة إحضار لإلها. فبالتالي عندما تصادق دولة فلسطين وخاصة أنها أصبحت حاليا زي ما ذكرنا مراقب دولة مراقب في الأمم المتحدة من الضروري جدا وبأسرع وقت ممكن أنها تقوم بالمصادقة وتقوم مؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان جميعا بالتوثيق. وإحنا قمنا بهذه و 280 طلب وصل في عام 2008 للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ولكن من الضغوطات السياسية عليه ذكر بأنه ليس هناك ما يكفي مع العلم أنه تقرير جولدستون لوحده يكفي بإدانة سلطة إذن الآن في الاحتلال. أولوية والكرة ربما في ملعب الدولة الفلسطينية نعم. أنه والدول العربية التي صادقت على نظام روما أيضا عندنا أربع دول وذكروا هذا في من التوصيات اللي ظهرت أو وضعت في مؤتمر عدم الانحياز اللي هو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم القضايا وخاصة أنه عندنا 6 دول إسلامية مصادقة على نظام روما و4 دول عربية أصبحوا الآن 4 دول عربية مصادقة على نظام روما. فبالتالي العبء الكبير على دولة فلسطين ومن ثم الدول العربية والإسلامية التي صادقت على نظام روما. أتمنى أن نكون بالفعل في الدور منصف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الفلسطينيين اللي تأذوا ومورست تجاههم يعني أبشع جرائم صحيح. الحرب. لأنه أنا حتى لما استعرضت الأسماء التي حكمت عبر التاريخ بأنها مجرمين حرب مش كثير كان في أسماء صهيوني يعني صهيونيين حكموا. فإحنا نتمنى أن نكون في ثقة على الأقل إرجاع ثقة المجتمع الدولي بهذه المحكمة صحيح. والجهود يعني على كل أكيد إن أنه نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين لهم دور كبير في هذا الموضوع مؤسسات المجتمع المدني. بس بحب أذكر شغلة إنه سلطات الاحتلال استهدفت أهلنا في غزة بصورة مباشرة ولكنها استهدفت أيضا المواثيق الدولية بصورة غير مباشرة بانتهاكها لهذه المواثيق الدولية. استهدفت المنظمات الدولية بقصفها لمدارس الأونروا بصورة غير مباشرة. أصبح ليس هناك هيبة لا الأمم المتحدة نعم. بعد هذا الإجرام هذا نعرفه نحن كأناس ما قريبون من معاناة أهلنا في غزة ولكن نعم. إن شاء الله أيضا المجتمع الدولي يعرف هذه الحقيقة يجب أن يعرفها أن ويدافع إسرائيل من المجتمع الدولي. وزي ما ذكرت لك بدأت تقارير نعم. أممية أو تقارير منظمات دولية مهمة جدا في العالم تكشف عن جرائم تستوعب الذي يحدث سلطات الاحتلال
بجرائم ضد الإنسانية، ومنها منظمة العفو الدولية، ومنها هيومان رايتس ووتش، وحتى مفوضية حقوق الإنسان التابعة في للأمم سياسيين المتحدة. أيضا، يعني في حتى سياسيين انقلب موقفهم كثيرا. بالضبط، وزيرة خارجية بريطانيا والفرنسي دومينيك دوبلبان بالأمس، وصحيح في عدة مؤشرات أنه عندما أرى ملكة السويد وملك السويد وملك السويد يبكون وهم يرون هذه الجرائم. يبكون. أنا بدي أشكرك ست رحاب يعني على هذا التوضيح، على الأقل يعني نفهم قانونيا دوليا ماذا يحدث وكيف نستطيع أن نساعد. كل الشكر لك ست رحاب القدومي على وجودك معنا هذا الصباح. تحياتنا لك. شكرا لك. الموضوع كثير طويل، بس إنه يعني حتى بعض الدول أمريكا اللاتينية سحبت سفرائها. صحيح صحيح، يعني ست دول في أمريكا اللاتينية سحبت سفرائها. نتمنى إنه إن شاء الله تتضح الصورة بما ينصف أهلنا في غزة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نحن أعزائنا بعد فاصل صغير نرجع لكم نتابع فقراتنا، خليكم معنا. شكرا.